الايام القادمه مصر هتتضرب تطبيقا للرؤيات، وفي زلزال جاي مروع. انا لسه شايفه هي رؤيه واحده شفتها من اسبوع، بقى لها 7 ايام او 10 ايام، ان في جفاف جاي في البلد، الارض هتجف. انتوا عايزين ايه تاني؟ البلد مش لاقيه، الناس تعبانه. معناها ايه طيب الرؤيه دي؟ معناها ان احنا نتقي الله ونهدى شويه وما نطلعش كلام غلط ما حصلش، ونخلي بالنا من الجيش ونخلي بالنا من الشرطه وما ينفعش. طب ما شفتش رؤيه المرسي او لاي حد تاني؟ لا والله لو شفت للشيخ مرسي رؤيه انا كنت حكيت. انا شفت له رؤيه واحده بس اول ما مسك اللي هي ايه؟ اللي اول ما مسك البلد شفت له رؤيه واحده. هي ايه؟ هي ايه؟ شفت له يعني رؤيه، حتى ابني اللي شافها له وبعد كده اتكررت عليا، ان هو راكب عربيه هيئه نقل عام قديمه وفيها قاعدين ناس، وهو بيتطوح جوه العربيه زي ما تقول هو ايه قال يعني عيان وبيدور على علاج. تفسير الرؤيه ايه؟ موضوع ان بيمشي في عربيه نقل ويتطوح يعني مش مستقر. انت معايا؟ مفيش استقرار. وموضوع ان هو بيدور على العلاج يعني بيدور على حل. مش عارف، هو لف البلاد كلها. يا شيخ مرسي انت لفيت البلاد كلها، يا شيخ مرسي انت بتروح لبلاد اساسا بتحقد علينا، رايحين لبلاد اساسا عايزين يسكتوا مصر. يا شيخ مرسي مصر مليانه ناس غريبه كتير دلوقتي. طب تنصحيه بايه عشان يتفادى اثار الرؤيه دي؟ بحاجتين عشان البلد دي تستقر، وكاني ما قلتلكوش يعني اسمعوا مني، وكاني ما قلتلكوش. انا ست شيخه من اهل البيت وجدتي السيده نفيسه، اللي انا بشوفه بحكيه بحق الله. هما حاجتين عشان البلد تستقر. اول حاجه يفرج عن الناس اللي بيتحاكموا دول وما قتلوش ولا عملوش الكلام ده الرئيس مبارك واولاده ورموز البلد، ويجيبوا الناس اللي قبضوا عليهم اللي هم ارتكبوا الجريمه يقدموهم عشان الشعب يرتاح وعشان اهل الشهداء ترتاح، والامن يطلع التقرير. الامن يطلع التقرير، ادي حاجه. تاني حاجه يدي اهل الله بقى حقهم، اهل الله اللي اضطهدوا اللي هو احنا منهم، احنا اضطهدنا واتنصب علينا وضاعت حقوقنا واتحدفنا بالطوب وما خدناش حاجه واتعمل فينا زي ما اتعمل في اجدادنا على البيت. طب ايه الحقوق اللي بتطالبيه بيها يعني؟ ايه الحقوق؟ ما هي دي الحقوق عشان البلد تستقر. يخرج الناس اللي في السجون والامن يقدم التقرير والجيش ينزل يظبط البلد مع الشرطه، يبقى الشرطه والجيش والشعب ايد واحده، وبعد كده يدي اهل الله حقهم. ما ينفعش يا سيدي الفاضل، ربما واحد صالح او واحده صالحه يدعي دعوه ربنا يستجابها يرفع البلاء. هو في ايه؟ انتوا بقالكم 3 سنين الشعب كله بيتكلم في السياسه، ما فيش حد بيتكلم في مصلحه البلد، مصلحه الشعب، الناس اللي مش لاقيه، الصعيد اللي مش لاقيين، ده ما يرضيش ربنا. فوقوا انتوا لسه نايمين، البلد والله هتحتل وهتتضرب. صح، ايران جايه لكم هنا وهتضربكم بالصواريخ النوويه بتاعتها. اول بلد ايران هتضرب هنا، لان ايران حاطه عينها على البلد عشان تمد المد الشيعي هنا في مصر، واخد بالك؟ وحماس عايزه سينا، والى الان حماس شغاله في الانفاق. شوف النصايب اللي كانت في الانفاق. حسني مبارك، الرئيس حسني مبارك كان عايز ان هو يعمل سور ويقفل الانفاق، حماس ما رضيتش. اتعملت مؤامره كبيره قوي، دي مؤامره كبيره على الرئيس مبارك وولاده وعلى الشعب كله، فما ينفعش.